معكم حمد راشدي من مشتى المربعات الخضراء. تاريخ 26/4/2018. هذه شجرة الدوريان عمرها في حدود 5 سنوات تقريبا عن طريق البذر زرعناها. هذه شجرة الدوريان. لكن زارعنا تحت الظل عن طريق بذر. هذه دوريان افريقي تقريبا في حدود عمرها 5 سنوات، والحمد لله هي في نشاط وصحة. هذه عن طريق بذر زارعناها. الحمد لله هي تأقلمت مع الجو العماني، زرعنا تحت الظل. نتأمل قريبا إن شاء الله تبدأ في التثمير هذه الشجرة. شكرا.